فضيلة الشيخ معنا الأخ بندر من مكة، تفضل يا أخي بندر. السلام عليكم. وعليكم السلام. مساء الخير. جزاك الله خير. مرحبا. أقول لك لو سمحت يا شيخ، بالنسبة لشرط مؤخر الصداق عقد النكاح شرحا. نعم. ثانيا، وهل المبلغ يحدد بسقف معين؟ طيب شكرا يا بندر. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام. الصداق حق للزوجة، مقدمه ومؤخره كله حق للزوجة. قال الله جل وعلا: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. فهو حق للزوجة بموجب العقد، وهو أمر واجب عليه، ولا يجوز له أن يتهاون به أو أن يماطل به، مقدمه ومؤخره. وليس لمبلغ الصداق حد محدود، ولكن ينبغي ويستحب تسهيله وتيسيره. ففي الحديث: أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة. والنبي صلى الله عليه وسلم حث على تيسير الصداق، لأن تصعيب الصداق والمبالغة في تكاليف الزواج مما ينفر من الزواج، وما كل الناس يستطيعون هذه التكاليف، فيجب أن تيسر المهور وأن يسهل أمر الزواج، لأن المسألة ليست مسألة مطامع، إنما المسألة مسألة الظفر بالزوج الصالح. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. نعم.